السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اصدقائي احبائي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ يسعد مساكم يا رب ويسعد كل اوقاتكم. مثل ما تعودنا نحن على كل شيء جديد ان شاء الله. وهذا الموقع انا شارح عنه قبل هالمرة، انشايدر كلوب، شارح عنه وموثق فيه شغلة الدفع وما الدفع بواسطة انه هذا الموقع صادق ويدفع باستمرار للمشاركين، واتمنى ينال اعجابكم. اليوم رح اشرح لكم عنه. هو عبارة عن موقع املاء استبيانات، انت بتملي الاستبيانات عن طريقه. اللي ما بيعرفوه هلا جديد عليه، ملي الاستبيانات وبتمشي بالاستمارات، وكل استبيان بيعطوك عليه طبعا يورو، نص يورو، 2 يورو ونص، حسب بقى. خلينا نفوت عليه، وانا اثناء الفوت عليه بشرح لكم اياه ان شاء الله. هلا اللي بيعاني من شغلة اللغة في يعمل بس كبسة يمين ما قلنا وترجمة، فيك تترجم بكل سهولة كل شيء، ربح المال عبر الاستطلاع عبر الانترنت. ونحكي بتسجل هون يوزر نيم تبعك والنخ نيم، الفور نامة والنخ نامة والايميل والباسورد تبعك، بتحطهم، بتحط اي بلد انت كمان. هلا هو تابع لالمانيا، سويسرا، النمسا، يعني هدول الدول. وانا هلا بجربه لانه بالمانيا، بتوافق على الشروط وبتسجل مجانا وبتمشي بالخطوات خطوة خطوة. هلا انا مشان ما اطول الفيديو عليكم رح فوت دغري ونورجيكم قديش صرت ربحان منه لهذا الموقع. خلينا نحط تسجيل الدخول لانه انا مسجل فيه خالص، ايميلي باسوردي. اوكي فتنا عليه. هلا هون انا رصيدي مثلا 12 يورو ونص، هلا اخر الشهر بيحولوا لي اياهم اذا ضليت عليهم، واذا ضليت من هون لاخر الشهر ساويت اكثر اشتغلت اكثر عليه بربح اكثر طبعا، لان محولين لي دافعين لي دافعين مسبقا هن 84 يورو و80 سنت. هي كلها طبعا مترجم مثل ما قلت لكم على جوجل، واحد بيترجم. بدك اظهار الصفحه الاصليه لتقوي لغتك انت، تساوي الاستبيان بالالماني، بس طبعا كلياتنا لسه اللغه بيعاني منها شوي الواحد، خاصه بالاستبيان ما حيفهم كل شيء. بتحبوا تجربة؟ بنعمل تجربة عندي هلا، 1 يورو 1 يورو ونص لاني اشتغل عليهم. بس احيانا الاستبيانات مثل ما قلت لكم ما بتنجح كلياتها، بقى ما في داعي انت تقلق من هالموضوع، وبيبعتوا لك باستمرار على الايميل تبعك اللي انت مسجل فيه. رح نجرب مثلا هاد، بتحط تاريخك انت عادي طبعا مثل ما قلت لكم، ما في شيء نخاف، الموقع صادق بإذن الله. أنا محاولين لي وأكثر من مرة صرت فايت عليه ومسجل. بتحط مواليدك، أي شهر ولدان أنت، معلوم مجرة. أنا موافق على الشروط، وإذا بدك ما توافق ما بتكمل استبيان، بتوافق وبتكمل. هورجيكم الطريقة بشكل سريع هلا مشان ما نطول بالفيديو مثل ما قلنا. طبعا هذا مو لنا، شايفين هذا الاستبيان مو لنا. نمشي مرة تانية على المساح، نشوف استبيان تاني مثلا مثل هاد. نحط فايتر اللي بعده. شو الصوت اللي عم تسمعه انت؟ خلاص سمعنا الصوت طبعا، اكيد بقى صوت بقى شي مزعج. انا دفعنا عمري 30 38، او على مستوى التعليم انت المدرج الاوسط. خلينا نحط هي كلها طبعا امثله قطع الأجهزة، اللوحات كذا، الهاتف الذكي. انت شو الاستخدامات؟ هل تستخدم القطع الخاصة بالأجهزة؟ طبعا بستخدم انا هذا، مشغل ام بي 3 وقارئ والهاتف الذكي، كلهم هذول بستخدمهم. او لا شيء ما ذكرته. كمان هذا
كمان هذا الاستبيان ملعنة. طبعا حسب إجاباتك أنت الاستبيان بيتحقق أو لا، ما له مجرة. هلا هذا مو موضوعنا نحن، الموقع الأول اللي عم يقول لي إنه أحيانا ما عم يشتغل معه هذا الموقع، اشتغل بموقع تاني اللي هو هذا الجديد. هلا هذا موقع مبروك، صار معروف لكل الناس، كمان نفس الوضع استبيانات. هذا 20 دقيقة مثلا 15 دقيقة، انت اللي بيناسبك بتفوت عليهم. هذا يورو 40، هذا يورو 40 تقريبا، هذا 20 دقيقة. خلينا نفوت على هذا الربع ساعة نشوفه. مثل ما اتفقنا اي قطاعات نشط حاليا انت لون بتختار انت اللي بيناسبك من هون. خلينا نقول اللي بالسميتان اغذية وما لا اغذية. اي منتجات للتجارة الاشهر الماضية؟ مشروبات؟ لا. الوان؟ مشروبات طاقة، قهوة، عصائر، مشروبات غازية، مشروبات رياضية؟ لا. أي من المنتجات اللي آخر 6 أشهر؟ عندي إيديكا. طبعا في شغلات ما بتترجم صح، فيك ترجع أنت وتلغي الترجمة تبعها اللي بنعرفه. ليدل، كافلاند، نيتو، هدول بالنسبة لأنه معروفين. بني ريبي؟ لا. أنا ريبي نحن نمشي للي بعده. استعمال الموسيقى، استعمال شبكة الإذاعة، إعلان نشاطات اجتماعية. أين الأشهر 6 الماضية الجيم؟ طبعا بالألماني صرت أعرف أكثر من العربي. أنا السوبر ماركت بالمليون، ماركت ماركت. معكم بتمارسوهم بتصيروا تعرفوا شو بدهم بالضبط. طبعا هذا الاستبيان ولنا، احيانا بيجيكم استبيانات واحيانا مثل ما حكينا استبيان بيكون مو لنا. خلينا نرجع للموقع نفسه، بس انا حبيت اورجيكم عينة على الاستبيانات اللي عم نساويها باستمرار، مشان مثل ما قلت لكم ما نطول الفيديو. هلا النقطة الأهم، هلا هن قديش تقريبا صار حسابي انا هون عندهم؟ هذا الحساب تبعك ماين كاونت بتفوت، هاي الدفعات تقريبا كلها اللي دفعوها، كل ما يصير 5 يورو بيحولوا لي على رصيد الباي بال. 5 يورو باي بال، 5 يورو باي بال، السحب تبعك انت. هلا حسابي انا يورو 60، بس ليصير 5 يورو بيحولوا لك يا انت، بتطلب تحويله، بتطلب السحب يعني. هلا هون اني اترجمكم اياها كمان حتى السحب هون مشان يبين معك. ما اظن يترجمها هلا هاي، بس مو مشكلة. هلا هون انت مثلا نقاوس تسعلين بدي انا اسحب، بتحط على الباي بال وبتطلب السحب اقل شيء 5 يورو بيسحب معك. هذا بيعتبر لكل الدول مو بس لالمانيا. اما هذا التاني الموقع انشايدل كلوب، كمان هذا لالمانيا ولنيم ساوي، شفتوهم انتو قبل، بس هذا بيعتبر لكل الدول العربية والاجنبية لكل دول العالم. نرجع على ستارت مثل ما قلنا، وبتشوف حسابك وتعمل استبيان ورا التاني حتى تخلصهم. كل يوم بينزلوا لك تقريبا هن. النقطة الحلوة هلا هون مثلا لحسابك تبعت لإيميل أو تاخد اللينك تبعه وبتبعته لصديق، تنسخه هذا اللينك وبتبعته لصديق، بصير عندك بترصد، كل واحد بيفوت بتاخد عليه يورو. الأصدقاء اللي بحب يفيدنا بنحطهم بأسفل الوصف اللينكات،
بحب يفيدنا بيفوت وبيسجل ومستفاد من واحد يورو بفيد هو غيره، ما بيحب يفيدنا يعطيه العافية يفوت على الموقع دغري مباشرة وهو يستفاد. احنا بالنهاية الفائدة للكل ان شاء الله، بس مشان اثباتات الدفع للكل هي مان كاونتو، هي الحسابات كلها اللي انا سحبتها. انا صلي عم اشتغل فيه فترة منيحة، يعني ما اذكر امتى والله بالضبط، بس ولكن من تاريخ 17 تقريبا 2018 انا عم اشتغل عليه. كل ما يصير 5 يورو بسحبه، وهلما جرى هذا كمان موقع صادق وهذاك موقع صادق، هذاك كل ما صار فوق 10 يورو بيعطيك ياهو. هلا هيك صار عنا موقعين للاستبيانات، ووجدتكم كيف الطريقة. واي سؤال حطوه بالتعليقات، وتكرم عينكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.